بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه. بارك الله في هذا الحديث خيرا وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحنا لحمل بو و أو حملك كوارث ديكش هل هنين ميتة كمان حملي لدوا بجماعة وغير حملك وارث ديكش هل هيا جا بحمن أمرك لويك أو وارثيك بجماعة حملك بنا بوك بيت الدنيا و حج بناك ووارثكش بشي كي مقدر ومفرول هيا مثل وارث متعدد يجان حملك يا يجان غير حملك يا وغير حملك فرضي هيا فرضي مقدري هيا يعني لا يحجبه وله مقدر يعني حملك اگر بيت الدنيا او وارثيك يصلي هيا حجبناك او وارثيك يصلي بارح هيا بشيء مفروض مقدري هيا او له مقدر يعني كان الصماء من لا يحجبه او يدواني كان الصماء من لا يحجبه وله مقدر يعني لو ميت املا واركوتوا حملك كهات الدنيا وحجب ام وارثك يصي موجوده حجب حملك حجب هناك ووارثك اش بانك يصي موجوده بشيء مفروض هيا جاء اگر هاتوا مساليش اواركوت واعطيه او وارثيك استكان موجودة فرض مقدرك يخوي الدين وارثك يسك موجودة فرض مقدرك يد الدين حتى انت حاملك انا هاتف بلا بلا قسم الله حركة اقر حمل هات الدنيا وهيج بحث اغنية شونها مش معلومة ولا استكانه لإشكال داين ناظرين او حملة يشك دور فيها ذكر وانصاي هيج شيء معلوم نية بزين دويدية الدنيا وبمر دويدية الدنيا ونظر الشيء هم أم إشكالان لحالك دايك أو حملة يتحدث في دايك داية جاء لم حالتي لا أعطيه أو وارثك يستي موجودة أعطيه باشك يخبر لدريتي عائلا جاء باشك يخبر لدي اگر محتاج بعول بو بو يعول لك اگر محتاج بعول نبو بيعول لي ذي عائلا ان امكن عول او بشي كي يدريت يد بعول ودي ذي اگر ممكن بو عول اگر ممكن نبو عول بيعول لي ذي وكوشي مثلا كزوجة حامل وابوين ميت يقمان هيا ميت كمان بشاوة شي لدوا بجماوة حملك إلى دواب الجماعة جنيش حاملة إلى دواب الجماعة جنيش حاملة زوجة حامل كلمة حامل تصير تأنيثي محتاج بتأنيث النية وكو حائل محتاج بتأنيث النية كزوجة حامل وأبوين وكو فياوك مردوة جنيش حاملة إلى دواب الجماعة لقلبه وكدايك جني حاملة جنكا شي دينيو باوكو دايكا كتشان دينيو وذي حملك شد بيت لها صمن او جنكا هجيتي ديني بو او صمي هيا لها صمن بو لها صمن وحاملة ولهما سدسان أبوينش هر يكي شجيش ودادني ولها سدسان عائلات صمنكو سدسكان حاليا وهايا أولي أنت دايا يعني مسألة كي أوان أولي تدايا عائلاني عائلاتي بلى
عائلاتين عائلاني تما شا حاشية كان كان داخل اوان بوشان شوية تشين في عائلاتين ضل اي مأخوذات من مسألة فيها عول لا أنها نفسها عائلات فإن العول إنما هو بثلاثة أسهم ابن آدم يعني سمنكو سدس كان لمسألة يقدان كربيتي بصفتي محين تقديري سدسكو سدسك سدسك سمنك حالا وهاي عائلات من مأخوذ لمسأليك أو لشبالي حاشي شدي كشي هر بصر وابزانم اگر بي بين نوانا ما ظن الشيء فان تاوكي بي من هي أصلا بلا مجال سر نكي جانا بلا بلا من ممكن عائلات مين أظن هو بالمصنات عائلات بتيد نختة عائلات بالمصنات بلى أنظري مسيحي مصنانية عائلاني بالمصنات فوقو بالمصنات فوقو يعني شيء دون اختا كان لا ثروة أو كو بالمخ. هذول الوقت كي وكا إما هروا بالنرو إن بلاين دخش. بالمصنات فوقو. حال عن السمن والسدسين. حال عن والسدسين. موافقة. لعبارة أصله موافق أصلك من عاجة أصله لها سمن لها سمن عائل ولهما أو عبارة أصلك لها سمن عائل ولهما سدسان عائلان هو يك يكا هر يك ينكتول عائلان كابل عائلات لاحتمال جابوا أولدكي لاحتمال أن الحملة بنتاني شون احتمالي هيا كحملكها تدنيا وكيف كانت شدايا دوكش من جا ملاحظة لك اگر دوكش من با وايدا بنين او سلسان يعني هيا جاري لأصلي مسألة كده با مسألة أصلي بي هنا لنظري بقرين سمنو سدس هيا دو دانا سلسو هناك يعني سمنو سدس مسألة لسندية هشتو شش بسشوارة ده با بينين بستشوار بشيء احتمال دوكريتش بينا بشيكا زوجد سمني هيا في دانا دو دانا سرسيش لنظر بقرا يكي شوار هشت يانزا سمين بنتينش سلسان شانزي هيا شانزو يانزا بستو حوت شانزو يانزا بستو حوت زال مسألة إيمدا إمكان أول هيا لو حملة إمكانك إلى شي دا إمكانك إلى ودايا كإمكاني هيا دو دانا كجبيت شون إمكاني هي دو دانا كجبيت بفي إمكانك دبي عول كي يتر بيك شي دامانيا شون احتمالي عول هيا ما دام إمكاني عول بو
أتو عولك لا نصر بقرة بفي عولك أتو سهمك تقسيمك أمكانك إلى إمكاني بنتين ونشأتي كردوها شون إمكاني حملك دو بين بيت إمكاني أولاية فتعول الجابنا بوك احتمال إمكاني أوليها وفي إمكانك أولك فتعول المسألة من 24 إلى 27 وتسمى المنبرية أم مسألة كزوجة أبوين أبوينها واحتمالها كحملة بنتين بيت أم مسألة في ضمن منبرية جاء زوجتك بشكي خوي لديك صبناك يا مقدرك إخواني لديك لأن عليا رضي الله تعالى عنه أبوين صرت عند صفك عند ديا ما حد كان مقدر يعني هيا هم زوجة مقدري هيا هم أبوين مقدري هيا وتن إمكاني أولي شيا بفي إمكاني أولي ما عمل لكين وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله تعالى عنه كان يخطب على منبر الكوفة حضرت علي خطبة جمعة دخن دوال لسر منبر شار الكوفة فقائلا لوقت ذاك خطبة دخن دوال آوي دكت قائل الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى يجزي بفتية شن جزاه الله خيرا جزاء مصلات مجردك كتعداب ولا مفعول لك ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة فسئل حينئذ كقيش لي لكاني سائلك سؤالي أم مسألة لك فسئل حينئذ عن هذه المسألة هل أخطب كذا كقيش لي لكاني سائلك سؤالي لك لم مسألة لي برسي وارث نينك من هي حملك من هي جنكو دو باوكو دايش لدو بجمعوا حكم ميلاتك ايش أما حضرت علي خطبة دخلوني تو قيش لي لكاني فقال ارتجالا صار سمن المرأة تسعى حضرت علي ضد جي أم جوابي داوا بيت فاكول بيه فيش كرنا ورامان جوابك آوا داوا وتي صار سمن المرأة تسعى لقل عبارة التسعية كشي يكوت الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة صار سمن المرأة تسعى أبيتها نهيكي مسألك جوايا أبيتها نهيكي مسألك لبي سعود نو دانا نو سيا نو دانا سيا ديالا بشي مرأتك لما سألا عوليدا سيدان البيت سمني بسحوت عجيبة بدون فكر كرنوا لسر من بار سؤال شيء آوى غامل اللي يبكنوا جوابش بفوري بدا يبهاني تزعكيش نشي بلا تزعكيش نشي مصجع جوابك إذا أعطواني تبخي خطبك مصجع حضرت علي زور عجيب بوها يعني ذكاوته درشي باندازة عجيبه يا جارج كسؤالنا اللي كر وقتي نواجهني وروها تويان سؤالنا يكتب تي الله هل بشون لا كده كتي نعم لا نعم جي وقتي نواجهنها تو وقتي نواجهها تو ذكر يدق صح لو عليها نعم لو بلا ألا أريه ككتي لا
لو وصلنا كقتي لا رجعت مخسر حتي استوى زوال نهات مثلا نصف النهار لا كتوابو رج جيش نصف نصف النهار لما ثلاث ثم نبي تحقق كذا ثاني. بلى؟ ثم نبي تحقق. نعم. ثم ذكرت سبب ثلاثة ثم خسرت كذا. لا قلت كثير كود كثرة كذا بالتصحيح كذا وبالصيبة كذا ما هنا. لا هالشيء كثر لما فعل ذا بدون شيء إشكال هذا التصحيح كذا. الواقع أيضا قانونا. بلى. فقال ارتجالا صار سن المرأة تسعى ومضى في خطبته أو جاء الإدامي بخطبة خينا بذان داخل حمل همي شبش هيا يا خير وإنما يرث الحمل إن انفصل حيا أو حملك بشي بودادني وبشي بولنا زدقري واختي أو بشي حصيبا كبزندوي لدايق جاوب يتوانيا اگر بمردوي هات الدنيا وا يسر او بشي كبول نظر قرتو نايديا ايو شهد ستو وباقي وارث كاني ديكا وانما يرث الحمل ان انفصل حياة مستقرة وعلم وجوده حين الموت بدو شرط يشيك بزندوي لدايق جاوب يتوانيا جاوب يتوانيا حياة بزندويلة لو وقت ذا كان ذاك جارب يتوى حياتي ببيت أما شو حياتك حياة مستقرة هم حياتك نعم حياتي مستقرة ببيت حياتي مستقرة حياتك كنشان دري أو ياك واقعا حياتك بزندوها هو شيء هو دست دنجي لي هو بيتواني دنجي شي لي هو بيتواني يا أعضائك حركة بكاد واجبونه أقر هاتو جابواني بعضه اگر بعض حركه شي بي كان نشانه النبات نشانه حياه النبات يعتبر بونه حركه جنيه وهو مثلا فرض كاين شاوي قنجاندبو شاوي باسكت يا خير دفتي بكلكيه وبو كهات الدنيا وا دواي دفتي جابوا احتمال هي ولا في شعري حمل لا او حركه بيلابو بيت وقت هيك جابوا توانيه في لي ببدني وشصفاوه دوای کافی لجیابوانه و نشانه اونه که حیاتی هیا. چون اول اثری فشاری اینا پیلی بدن و چشم آوا. اگر مردوش به او کاره رو داد. یعنی حیاتک به کنشاندری، نشاندری او به کزین دو بید. حیات مستقره نکم حیاتک. او وقتی کجیابوانه حیات مستقره بید. و علم وجوده عند الموتی. وإذا ما ببيا كوجودي أو حملة بوها لوقت مرضني ميتة كذا أو ميتيك أم وارثيتي لكي دظاني أو حملة لوقت مرجي مورثة كذا أم زندو بوها وجودي بوها بأن ولدته لأقل من أكثر الحمل بوش ود ظانم كأم حملة لوقتي مردني موريسا كدا وجودي بوا دايكا كي حملة كي لي متولد ببيت لكم تل أكثر حمل حمل احتمال هيا لو وقتي داك لرحمي دايك دا قرار دا قرير لحالي قرار قرتني لرحمي دايك دا إمكاني هيا لبيو بيقرا شوار صال ومين يتوفي لا شيء إمكاني بقاي حمل لو وقت وكال رحمي داعي إذا قرار دقرير لو وقرفته تاوك متولد دبيت احتمال هي شوارطة خائنت أكثري حمل شوارطة الله أقل لكشي شش مانجا احتمال هي نطفك كوت رحمي داعي كوال لو تاوك متولد دبيت شش مانج بخائنت من دال شش مانجا بزندوي ده منجي ببيت وظل ببيت با كم تل شش مانج نام يعني توا حمل نيا با هر نطفيك كلا رحمي داي دا قراري قلت وشش مانجي بيانا شو او حملي اعتباري بيانيا
يعني اي صاحب حمل اي او كسنيه كذلي اي اوا اي او كسنيه جاء اجر من دالكا دايككي اوي لي متولد بو نگيش بو يعني شش مانگی تا هشت سوا سالی تا او نکرد بو نشان داری اویا که او من داله لوقتی مردنی میت کدالا وجودی بوه وجودی بوه بچی احتمال هی با نطفیلی ودا بو بید احتمال هی با علقیلی ودا بو بید احتمال هی با ملغیلی ودا بو بید مادامی چی لوقتی مرگو که او بیگر تا او او حالتی که تولوری دو بید کم تل چوار سال چوار سالی تا او نکرد بو بزانه ام من داله ای او میتیا لما تكوى بجلى لما تكوى بجلى تا او لحظيك لدعك دبي ها هو بجلى لما تكوى بجلى تا متولد دبي تا انفصالك اي شوار صالي تا نكربو بزانا او من داله او ميتي جا نجيش بوشوار صار كيف اخوتي شوز مانجي توابو كيف اخوتي حاول بو كيف اخوتي صالك بو كيف اخوتي دو صال بو كيف اخوتي سير صال بو خلاصة شواري تاونا كدو بزانا كي اوه اي او ميتا اوه لنظري بقرا لموت ميتا كوا اتا شوية اتا انتصالا كي ولم تكن حليلة واوش نشك امن دالي متولد لهم بوا شيني كاسي جنبو شوي نكردو توا كامير ذاكي مردوا شوي نكردو تواني شون اگر شوی کربیت هوا احتمالی هیا او زوجی دوام بیهی اما یتی ایمانه بیت ولم تکن حلیلتا متزویجه کازنیه اگر هاتو دوای مردنی مییتکا هم حمله شوی کربو مردی بو مردی هبو مردی اولی او مرد دوای مردنی مردی ایده تاو کردو شوی کربو بکبرایشی دیکا ومن دالشی بو من دالك وابو احتمالي بو ام ميتي تاوك ميراتي بو دابنين لميتك يا هي ميردي دوما فإن كانت حليلة اگر هاتو جنك شوي كربو متزوجة بو زوجشي ديكا بچي دزانين كاما اي ميردي پیش دايت اي ميرد ميتك يا هي ام ميردي يسينية او ميردي كتل حال حياة دايا فإن كان متزوجة اگر هاتو جنك شوي كربو دواي مردني ميتك بودا زانين اي ميتي بيشووي ام زوجي دواي نيا او مندالا فبأن ولا تلده بدون ستة أشهر بودا زانين ام مرد ميتيا او مرد الثانية دايكا كي كشوي كردوتوا مندالا كي ليجاوبتوا بكم ترد لشج مانج لميردي دوام ما لميردي دوام شج مانج تاوناكت كشج مانج لميردي دوام تاوناكت معلومة هي ميردي دوام نية أما هي ميردي بيش دايتي أو ميردي ميتيا وانيا أما هي مش واضح لنا شون كم ترد لشج مانج من دال بكاملي نابيت همن دال احتمال لوی بکاملی بوده. یعنی بود جی احتمال جانی هیا. دیل میاری دوم شجمنی تام نکرد بیت. معلومه هی میاری دوم نیه. و دبینی سبب هینی اگر لگل مردنی میاری اولش مقایسه کن کمتر لچوار ساله. چون اگر لمیاری اولش با لمیاری دوم ششی تام نکرد بیت. لمیاری دومش چه فریوا؟ زيادة إلا شوار صالة معلومة إيمان في أول رجل يعني. ملك عبيم أو من دالة زولة يا شبهة يا فرغناك يا من أغلق زولة احتمال هي الشبهة بيت كوابع أقر شوي كربوانة دو شرطي هيا ودو شرط إما ديدين بمير لميتكي يعني با با يشك أوى نسبة بمرض دوام شجمان جيتاو نكرت بيت دوام نسبة بمرض أول لما تكوى بيقرين تا حالي تولدي شو صالي تاو نكرت بيت بودو شرطة إما أو حملة ديدين با أو ميتة
وإلا أجر هاتو آوى النبو فلا يرسو أو حملة ميلاد لو ميتنا عقرت إلا إن اعترف الورثة بوجوده عند الموت ما قال ورثة كان بوخو يعني اعتراف كان بوجوده أو حملة لوقت مرجي أو ميت يدا أقل اعتراف يعني كر إذر شازا بفي اعترافك إخوان عمل لك ريتو لكن ميلاد قري أو ميتة هل تن أو شرائطي كي مكتوم أنا ناعتو تجيكا مثلا بلا دي بلا او جار اما بحثي كان بحثي مفقود بو ميراد داني مفقود مشغول بو بحث ما ليكر ميرادان بو حمل اشكالي بو بحث ما ليكر اشي ديكا لو وارثانيك اشكال لا ميرادك اداهية مشكلة بلا مشكل يعني إنسانك نازاني شاوة يا أفرت إزايش معلوم نيا نازاني ميراتي إذن اقسما لحمل نيا وإنسانك زندو ظلامة كثق مردو وارثي أو مردوية آية أو مشكلة شوني ميرات بودا دني ببشاوي حسب دكي بأفرتي حسب دكي تشي دكي والمشكل إن لم والمشكل وهو مشكل ذات تعريف كذا والمشكل وهو من له آلة الرجال والنساء مشكل بإنسانك ضلا هم آلة بياواني هبيت هم آلة أفرتاني هبيت لقون جي بياو بيت شون آلة بياواني هيا لقون جي أفرت بيت شون آلة أفرتاني هيا نظني ببياوي حسب كي يا بأفرت أم له صخبة تقوم مقامهما يا يكني للشي دايا هم بو بياواتي دا قنجي هم بو أفرتي دا قنجي تقوم مقامهما جا مشكلي آوا كالبين ذكورة أنوسة داتو مشكلي داما ونازاني كام يعني بو عصيب كي إن لم يختلف إرثه بذكورة وأنوثة كولد أم ومعتق أخذه أجر ببياوي حسيبك وميتك شيا أم مشكلة وارسة نازاني ميرات بياواني بدأ يا مرح أفرتاني بدأ أجر ببياواتي وأنوثة ميراتك فرق نكرة يك ميراتي لدي بياو بحار يك ميراتي لدي أفرت بحار يك ميراتي لدي هم ميراثك بدره إشكال لميراثك دانية شون بهلا عشان يحسب كي يم ميراثي واحدة درجتين يعني ميراثك معلومة كشيء يكشف اختلاف ذكرت مناصر ميراثك فرق ناقص كولد أمين وهو براي دايشي ما يجيك من هيا براي دايشي هيا براي دايشي فياو أفلت فرق شينيا ما يجيك كبراي هب يعني نبرا يعني براي هيا خشكي هبيت هر سلسة يقدانا لو بيش بحث من كردوه ولدي أمي لا تكي شيا ولدي أم بذكورة أنوثة ميلاتي فرق ناخات أما ولدي أبوينا يا ولدي أبي روتا كبذكورة أنوثة ميلاتي فرق دكات أما ولدي أم بذكورة أنوثة ميلاتي فرق ناخات ولدي أم أقر هاتو يقدانا بيه سلسي هيا أجر متعدد بو سلسي هيا لبحث فروض الله كتمان لبحث فروض الله كتمان ولدي أم يعني ميت براي دايشي يا خشي دايشي ببيت أجر يقدان بيت سلسي هيا أجر متعدد بو سلسي هيا جا كيف خويتي دو دانا خشك بن يقدان خشك يا يقبرا هر سلسة متعدد بو دو خشك دو برا خشك برايك هرين هر سلسة لذكورة أنوثا ميلاتي أم ولد الأم فرق ناخت ومعتقين وكم معتق أقر هاتو كثق مرت عتيقي هبو عتيقك مرت عتيقك كمرت
صاحبك سيدك اللي فيش ده أما تبو بيت يا بلا حربو بيت يا فيابو بيت تو ميراتك اللي قريب ميراتك اللي قريب عتيق كمر وارثي نبو معتقي هبو معتقك كيف يقول فيو يا عبد البيت ميراتك اللي قريب انت فرق ذكرت انه في اليونانيه حسن كبير حسن كبير إذا لا يدا معتق فيو يا عبد البيت فرق تناخت جاء مشكلة إيمة بناء بذكورة أنوصد ميراتك أي فرق في أنا ذكرت وكو ولدي أمه وكو معتيق أخذه أو ميراتي لدريتي شون كيو بهار أو ميراتي لدريتي أفلت بهار أو ميراتي لدريتي وإلا أقر هاتو بذكورة أنوصد ميراتك أي فرق ذكر ذكورة ذكر بيا ميراتي لدريا أنصى بيا ميراتي لدريا عمل باليقين أبي أمر بكي بيقين لا أبي كاري بكي كالدوائي لفشمان نبي أولا كاري كالد بشك كارمكا احتمالي هي زكار بربا ميلاتي زكاري بودا بنيا احتمالي هي أنصى بربا ميلاتي أنصى بودا بنيا موامك كاري بكي كالدوائي لفشمان نبي أولا لميلاتا كيدا عمل باليقين فيه وفي غيره لبي عمل بكري بيقين نسبة بمشكلك نسبة بغير أو أقا ميلاد قريب كغير مشكلك وجوديان بو ويوقف ما شك فيه لبي راجل أو ميلاتي كتيدا لشك دايد لشك دايد لأخواني لبي بدريت يعني دريت جاء ويوقف عمل لك بيقين ويوقف ما شك فيه حتى يتبين الحال أو لو كنت مثلا كان الشك داي دبي راي قريب نيدي بمشكلة يا تاوك حالي معلوم دبي لدواي دا داخل دبي تفياو دبي تفلت أو يقع الصلح يا كاهنبو مشكلة لقى باقي وارثك قال خب غير صلحك هو يكتل الشك داي كوابو ففي زوج وأب وولد خنصا أقل هاتو ميت يكمان بو أفلتا مردي لدوب جماوة باوكشي لدوب جماوة ولديك شي هيا أولادك شي هيا أولادك خنصا خنصا مشكلة لشو دا يقين هيا إما يستكاني ميت كمان أفلتا ولدي هيا نصب زوجك هيز إشكال أغنية كيف أخويتي نير بهار ربع أفرد بهار ولدك أفرد بهار ربع دي للزوج الربع شون بهار تقدير يقبيت الربع كيف تدريت يت ربع إذا كبيت وللأبي السدس باوكا كاش سوت في الدنيا بو فرع وارثه اي خنصاكا خنصاكا كولدك يا دغونجي كوربيت دغونجي كوري ميته كبيت دغونجي كشكش بيت اگر كوربيت تو درك انا ام قسمتي حسابي بوكا مسألة الدوان زيا زوج رؤي بدلة سي أب صرف بدلة دو كينج حود دمانية توانية أقر كور بيت تاوي حوتك بو أوا أقر كج بيت نيسي لدريات يت كابل إما دبي كارب كين كلا دوايدا فشمان نبي نواني أجر بيديني أجر حوتي بديني دقون جي كنج بيت دبي أو يكلي وثيني نواني كابت على أي حال كربي يا كنج بيت نصفك هر دقريت أجر كربي حوتي ددريت يد خوششي تدايا نصفك تدايا أجر كنج بيت نصفك هر دقريت على أي حال أويك يوم تيلا الشغلين لو يقداني داي لو يدوظه ما يدايا لو يدوظه ما يدايا نازنين بيدين يعني ديني كابد أو يدوظه ما شون تيلا الشغلين نازنين دب بيتكرو بيدايا يا كشو نايدايا رايقرا
وللأبيص وللخنصاء النصف نصفي دوانزك بدري تواوي باقي ما عندك كحوتة ميدري شون احتمال هي كجبت ويوقف واحد ويوقف الباقي باقي كخيك دعنا للوانزك يا بينه وبين الأبي لما بيني خنصاكو لبيني أبدايا أمن كتم لبيني چي دايا؟ لبيني باوكا كدايا فدليل أوا شون كديرا كانيدا لما يتكمان فقد يقدان أنصاي لدوبة جماعوا باوكا كا شجيكي بفرل دبات أو باقي ما عندشي بتعصيب دبات باوكا كا شون لحالتي كده كميت من أبو ولدي جبو ولدك أنصاي فقد بو ولدك أنصاي فقد بو أب هم بفر ميلاد دبا هم بأصوبة لبحث ميلادي أبدا إما كتب هذا ميلادي أصول وقت ميت أبي لدواب الجماع ويق أنصاي لدواب الجماع أب يرس بالفرل والتعصيب شون أب بنسبة وقتك ميت ولدو أبي لدو بجيما شوار حالت بو أو هيا لدو حالتك دا يعني أب بنسبة ولد ولدي ميت أقر هاتو ذكربون يا ذكروا أنصابون أب صرف فقطي فر فقطي هيا أقر هاتو متعدد بو أجر هاتو يق أنصاي واحدة أبو فرل تعصيبة أجر هاتو هج لا يقنبو أصوبة محضة أما مربوطة بإرث أب لقل ولدي ميت أبي ميت لقل ولدي ميت أبي ميت لقل ولدي ميت شوار حالة لو دا وجودي هيا أبي ميت لقل ولدي ميت أجر هاتو ميت أب هيا ميت أجر هج ولدي شينية تاوي ميلاد أبدا يقول التعصيب فقط أقر هاتو ميتكت ذكوري محذبو يا ذكوري إنازبو أب فقط صدر دبات أقر هاتو أنصاي فقط بو يرس بالفرل والتعصيب أما لا بحثي أصول أو مكتوب جاء أقر هاتو أنصابو أجر هاتو أنصابو أو باقي ما عنده دشبوك شكناجب وباوكك بو مشكلة كمان كأنصايا أجر هاتو ذكربو توا وكيد دشبوش دشب بو كركا بو مشكلة كا كرة إسر أما بحثي مشكلة بحثي مفقود توابو بحثي حمل توابو بحثي مشكلش توابو أو جادة شي نفتر بحثي تازتر كوارثة كمان دو جهتي هي داراي دو جهتا آيا بهر دو جهتا كان ميراتي دادايا يا بيك جهت يعني بدو جهت ميرات قرا آيا بهر دو جهتا كان ميراتي دادايا يا هر جهتي شي محب جمدك همي شهر مشكلة با قط تو با با قط تو ده شون امانه هر يكي بحثش على حدة ومستقلة بحثي مفقود مستقلة بحثي حمل مستقلة بحثي مشكل مستقلة بحثي من له جهة تاريخ مستقلة باشا رحمة الله عليكم.